رأيكم بقى واحنا مع بعض كده في أداء المنتخب الأولمبي اللي كان موجود في أولمبياد باريس، وكلنا كنا بنتمنى قبل الأولمبياد إن منتخب مصر الأولمبي يوصل يلعب على ميدالية، وده حصل، ولكن كلنا زعلنا شوية من مباراة المغرب والخسارة الكبيرة. ولكن أنا حتى قلت الكلام ده من بعد الأولمبياد وخلال الفترة اللي فاتت إن المنتخب الأولمبي اتظلم، ما خدش الإمكانيات اللي هي ساعد. تنجحه. وانا بقول ان انا بقى بقول ان اتعمل ده انجاز كبير جدا، وان ميكالي مدرب كبير جدا ولازم نحافظ عليه. فعايز اعرف رايكم سريعا كده كل واحد في جمله عن المنتخب الاولمبي. ابراهيم صلاح، بص يا كابتن، في البدايه عشان يعني عشان ما فيش حد يزعل مني، هو اتعامل معاهم كل حاجه مش كويسه، يعني ما فيش نادي وافق على اللعيب اللي هو طلبه، ما فيش حد ساعد في الاخر اختار، يعني مع احترامي للنني مثلا قائد ولاعيب كبير واسمه كبير وكل حاجه، بس اخر فتره ما بيلعبش في نادي. فده اللعيب اللي راح زيزو الزملكاويه، لولا ان احنا حسام بعيد عن الدوري ومش بننافس ومش عارف ايه كنا هنرفض. فاعتقد ان مفيش نادي ساعد المنتخب الاولمبي، في انه حتى اللعيبه اللي سنها جايب المنتخب الاولمبي الانديه تقول لك طب بيجي يلعب لنا، طيب طب يعني مش يا عارف. ابراهيم، لو كان في لعيبه 3 طبعا 4 موجودين مع المنتخب طبعا، الاولمبي، مع احترامي يا كابتن، هو النهارده محمد صلاح لو موجود مع المنتخب ده مش طبعا هيفرق، طبعا مصطفى محمد عبد لو ماشي، موجود، بس دي حاجه مصطفى خارجه عن الرياضه، محمد، دول بيلعبوا في المدافعين، انديه انا معاك في اوروبيه. عاشور، اللعيبه انا دي عشان كلها كده لو بقول موجوده ما هتفرق طبعا. تساعدوش، يعني انا النهارده خط الظهر كله كان محتاج برضو قائد، واحد عنده لا خبرات احنا كبيره بنتكلم في كده ليه؟ عشان الماتش، تراكم الماتشات طبعا والاجهاد، وكان اثر لازم يبقى معانا عندك صف تاني بالاسباب يا كابتن، صح يبقى نفس الكواليتي عشان يشيلك. بالظبط كده، انا يعني النهارده حتى احنا كنا بنشوف ميكالي في ماتش بعد ماتش عايز يغير، بس اللعيب اللي قاعد بره مش بنفس مش هو نفس الكواليتي اللي كمان. بيلعب القايمه مباراة فرنسا يا 15 كابتن لعيب احنا بس، بنغير في كمان الدقيقة كام؟ 18 لعيب القايمه برضو، ما يعني الموضوع برضو قليل قوي، وفيها ثلاث 18 حراس لعيب وثلاث حراس وثلاثه لعيبه كبار او اثنين، فالموضوع صعب جدا. كابتن انا كريم، من انت الناس يا كابتن مباراة فرنسا تقريبا احنا بنغير في الدقيقة حاجة و80، يعني 88 بغير اول تغييرة، اللعيبة تعبانة جدا ومجهدة وميتة ومش بغير، فاعتقد ان ده يعني السكواد كان قليل، كان ممكن نقدر نساعد احسن. عمرو الحلواني، انا واحد من الناس يا كابتن فخور بالمنتخب الاولمبي بصراحه، ما عدا الماتش الاخير النتيجه بس، يعني لا قدر الله كنا خسرنا 2-1 2-0، كان كل الناس استقبلت منتخب مصر الاولمبي، كان كل الناس اتكلمت عليه كويس. انا شايف المنتخب الاولمبي من اول ماتش لاخر ماتش بصراحه عامل اللي عليهم، لعبوا 6 ماتشات يا كابتن كريم في 15 يوم، في ماتشين 120 دقيقه مع فرق جامده جدا، فانا شايف المنتخب ادى اللي عليه، عمل كل ما تحمله من كلمه عارف من عمرو، باور بعد اذنك وطاقه. انا بحس ان النتيجه في الاخر دي يا كابتن كريم عشان قلم نفوق ونشوف بقى ايه المشاكل، يعني هو هي بس ماشيين كويس يا جدا، لولا بس النتيجه ربنا 6 في الاخر اما لو كنا احنا بتدينا خسرنا كده. 2 ايوه 2 1 2 بس انت 0 عارف ده درسك كان الناس يا كلها عمرو، عشان نشوف بقى، عشان نشوف ايه اللي بيحصل. بس احنا وصلنا ماتش المغرب مش قادرين، مهلكين جدا احنا حلواني، وفي الاول وفي الاخر خدنا رابع اولمبياد يا كابتن، ما حصلتش. يعني كريم احنا في مصر بنفرح بالماتش وبالاثنين وبالبطوله بالمناسبه، يعني بنفرح بماتش وباثنين وببطوله، لكن انت بعد البطوله في حاجه ما فيش تخطيط، انت بتفرح بالماتش وبالماتش الثاني وبالبطوله، لكن انت بعد البطوله هل انت النهارده المغرب، انت عارف احنا كل النهارده المغرب المشاكل دي ليه يا جعفر؟ ايه عارف ليه كل المشاكل دي والمنتخب الاولمبي مش عارف دوري يا كابتن؟ لا عشان ما عشان عندكش كده بس، بطوله منظمه، عشان ما عندكش دوري منظم. ماشي الدوري بيقعد طول الموسم يا كابتن كريم، النهارده الدوري لو بيخسر يخلص بدري النهارده المنتخب الاولمبي هيستعد افضل، كان هياخد لعيبته واللعيبه تاخد راحتها واللعيبه تلعب وكله يبقى موجود. الناس بتحط خطه ل10 سنين مش لسيزون، المغرب لماتش النهارده المغرب ثالث كاس عالم، رابع كاس عالم وثالث اولمبياد، ثالث اولمبياد، منتخب الشباب من احسن منتخبات الشباب في على في تطور كبير. فالنهارده الثالث المغرب ده تخطيط يا جماعه، ده تخطيط، ده شغال. الثلاثه اللي فوق السن مين يا كابتن بقى؟ اشرف حكيمي، اشرف حكيمي، سفيان حكيمي، احنا لعيب في اسيا، منير حمداوي حارس مرمى الوخطيط. النهارده اسبانيا طبعا، اسبانيا مخطط ازاي؟ اسبانيا بيخطط ازاي؟ بطل اوروبا وبطل الاولمبياد، منتخب شباب من احسن منتخبات العالم، مش جايب اللعيبه كمان اللي في سنها اسبانيا بقى لها يا جماعه، مش ولد لحظه ده كله خطط وناس ماشيه عليها 7 8 سنين بيفكروا في حاجه زي كده اللي هم ياخدوا البطولات في 2024. يعني رايك ايه في ميكالي؟ انا لا انا شايف ان ميكالي مدرب كبير ورجل عمل انجاز في فتره زمنيه صغيره على مستوى افريقيا، خد وصيف افريقيا وكان عامل بطوله كبيره في الوقت اللي الناس كلها ما كانش حد اصلا متخيل ان المنتخب ده يعدي دور المجموعات. واحنا عندنا مشكله كبيره ان احنا دايما بنقارن الجيل بتاع دلوقتي بالاجيال اللي بعد كده، لا الزمن زمن قبل كده ولا الامكانيات اللي موجوده نفس الامكانيات ولا الدوري المنتظم زي قبل كده. انت عندك مسابقه متلخبطه، لا عارف تعمل مسابقه دوري ولا عارف تعمل مسابقه قطاع. خلي بالك كابتن كريم، انت لحد دلوقتي على مستوى حتى القطاعات اللي بتطلع لك لعيبه للمنتخبات الاولمبيه ما فيش ولا نادي اتبعت له خطاب البلان والخطه اللي هتتعمل ايه يعني، والمفروض ان انت القائمه الاولى والقائمه
التانية هتتبات في خلال اسبوعين ثلاثة 16. انت حضرتك فاهمني؟ فدي مشكلة كبيرة زي ما حضرتك قلت كده، ان انا النهاردة كميكالي اللي مطلوب مني ايه؟ ان انا اجمع لعيبة تكون بتلعب. طب لو هي ما بتلعبش لازم اخدها في وقت يكون مناسب، اقدر ان انا اشتغل على الاقل تدريب واعمل ماتشات وديه كويسه مع مدارس مختلفه هواجهها في الاولمبياد تقدر تساعدني ان انا اوصل للهدف اللي انا عايزه. طب هو الراجل عمل الكلام ده؟ ما عملش. طب حد وفر له الوقت؟ لا. الانديه بتمتنع عن ان هي تبعت اللعيبه، اتحاد الكره بيمتنع ان هو يعمل ماتشات مع منتخبات قويه تقدر تستعد من خلالها، فبيروح يعمل لك ماتشات دوليه مع منتخبات لاتينيه وانت رايح تلعب منتخبات اوروبيه ومنتخبات مختلفه تماما عن المنتخبات اللي انت هتواجهها، زائد ان انت التاسيس بتاع اللعيبه ما فيش ولا واحد فيهم بيلعب في الدوري بشكل منتظم. هي الشكل العام ان النجوم في حد ذاتها زي ابراهيم عادل وزيزو وكذا وكذا هم اللي بيلعبوا لعب فردي، لكن لما تيجي تبص تفاصيل الفرقه، حمزه علاء ما بيلعبش، احمد عيد ما بيلعبش، كريم الدبيس ما بيلعبش، محمد طارق ما بيلعبش، مين بيلعب؟ احمد صابر كوكا على فترات لا اتنين تلاتة بس ابراهيم عادل في اول سيزون. فانت النهارده الطبيعي فنيا لما العب النهارده قدام اسبانيا ماتش تقيل والعب قدام باراجواي 120 دقيقه وقدام فرنسا 120 دقيقه طب ما طبيعي اجي قدام المغرب ابقى شكلي عامل كمان. يا كابتن حسام الراجل نفسه طلب بكده، ميكالي طلب بكده، قال لهم يا جماعه لعبوهم في الدوري لعبوهم عايز اشوفهم. طيب سريعا برضو بس بسرعه عشان الوقت قرب يخلص، منتخب مصر عنده مشكله، هنلعب ماتشين في تصفيات امم افريقيا ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي، الاجنده الدوليه من 2 سبتمبر حتى 10 سبتمبر. كابتن حسام حسن طالب ان لعيبه المنتخب تخش في معسكر بدري يوم 25/8، ولكن في مشكلتين. اول حاجه ان كاس مصر مستمر وهيخلص 30/8، تاني حاجه ان الاهلي مدي لعيبته اجازه والزمالك برضو مدي لبعض لعيبته اجازه عشان يعني ما يبقاش في تلاحم في الموسمين واللعيبه تريح. وكابتن حسام عايز يلعب يوم 25 والانديه مش موافقه طبعا، وفي انديه هتكون في الكاس وفي انديه مريحه زي الاهلي وبعض لعيبه الزمالك هيلعب الكاس بس مريح بعض اللعيبه زي عبد الله السعيد وناصر ماهر وحمزه المسلوسي وبعض اللعيبه الاساسيين. شايفين الموضوع ده يخلص ازاي ويتحل ازاي بالنسبه للمنتخب بسرعه بس مش الوقت بيخلص؟ ما دي كوارث اللي احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها كابتن كريم برضه بسبب الدوري مش عارفين غير منتصف. كابتن كريم الدوريات في العالم هتبدا بعد 3 ايام بدات ايوه بدات دوري قطر والدوري الكويتي والدوري كل ده 16 يوم صدق. انت متخيل وما انتش عارف اصلا الجدول الجاي امتى ولا الفرق ولا اللعيبه هتستعد امتى ولا الفرقه هتعمل ايه ولا اللعيبه مين اللي هتمشي ومين اللي هتقعد. فاحنا هو انا شايف وجهه نظري لو الانديه بطلت تبص بس لمصلحتها فقط وتبص لمصلحه المنتخب، لان الدوري معمول ليه؟ عشان يخدم على المنتخبات الاولمبيه والمنتخب الاول بس. لازم ابراهيم مفيش. لازم ابراهيم لازم يبقى فيه مشاركه. مفيش انا كاتحاد كوره بعمل نظام عندي بايظ بقاله فتره، فلازم انا كنادي اساعد ان مفيش احسن. كل واحد بيدور على مصلحته مفيش. طب قولي لي حل بس بسرعه عشان نخش في موضوع تاني. ماشي، ما هو الاهلي النهارده مدي لعيبته اجازه مع لعيبته لغايه 1/9 مريحين. طب ما هم مريحين. الزمالك برضو نفس الكلام. ماشي يعني يا كابتن حسام يعمل ايه؟ انا شايف اللي هيتنازل على المعسكر الانديه تبعت اللعيبه لازم يتمنع ان هو الدوري اصلا معمول عشان المنتخب ازاي الانديه ويشوف مع اتحاد الكوره ومع الانديه ويشوف الاصلح ايه بس يبدا معسكره زي ما هو عايز يوم 25 واللعيبه اللي هي يا عمرو خلي بالك الناس دلوقتي بقت الانديه بتلعب كاس مصر كمان. يا كابتن مصر الاهلي والزمالك اعتذر عن المشاركه. لا الزمالك لا الزمالك الاساسي كابتن الزمالك كريم. هو ليه ما عملناش كاس مصر يا جماعه مكان كاس الرابطه يا جعفر؟ طالما احنا مش عارفين البطولات عندنا مش منظمه حلوه. القوام الاساسي اصلا منتخب مصر محترفين اهلي زمالك وبيراميدز وبعض اللعيبه محترفين هيجوا في الاجنده. عمرو اللي انا عايز اوصله لك ان دي اجنده دوليه من اثنين محترفين هيجوا 1/9 مفيش مشكله لما كابتن حسام وكابتن ابراهيم يقعدوا مع اتحاد الكوره. لو خلي بالك انت عندك ماتش السوبر يقعدوا ويشوفوا الاصلح. قعدوا امبارح 27 حسام قعد مع اتحاد الكوره اول امبارح. خلي بالك انت هيبقى عندك ماتش السوبر ده منتخب مصر ايه؟ الافريقي. لا السوبر الافريقي 27/9 ما هيبقى عندك. ما هو الانديه مش هتسيب لك اللعيبه كل الفتره بتاعت المنتخب. المنتخب 8 ايام. طب ايه اللي يمنع ان انا اودي اللعيبه بقى؟ يعني ايه اللي يعوق ان انا اودي اللعيبه كنادي؟ طيب